السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. طرق التقديم على طلب عفو ملك 1443 هجرية للسجناء. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. يمكن التقديم على طلب عفو ملكي في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: 1- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وسنترك لكم رابط التقديم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. 2- تسجيل الدخول في أبشر أفراد عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي من قائمة الخدمات الموجودة على الشاشة الرئيسية. إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في نموذج طلب العفو. التأكد من صحة المعلومات المدخلة. الضغط على تقديم الطلب. في نهاية الفيديو، نسأل الله السلام للجميع، وأن يخرجوا إلى أهليهم سالمين غانمين، ويفرح ذويهم وأقاربهم بخروجهم من السجن. متابعين، لو أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا دعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.